شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جموع المصلين في أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك في مصلى العيد بقصر الصخير. كما شارك في أداء الصلاة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والأنجال الكرام وكبار أفراد العائلة الملكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى وكبار المسؤولين وسعادة سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة عميد السلك الدبلوماسي وكبار ضباط قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني. الله أكبر، 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 الله أكبر. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، أحمده حمداً لا يحد وأشكره شكراً لا يعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. أما بعد، فيرعاكم الله، اعلموا أن للتقوى ثمرات مباركة عزيزة، منها العزة والعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، ومنها الفلاح، قال تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون، ومنها محبة الله جل وعلا، قال سبحانه فإن الله يحب المتقين، ومنها والأهم المعية الإلهية، أن يكون الله جل وعلا معك. واعلموا أن الله مع المتقين، ألا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، إماما للمرسلين وقدوة للمتقين، كما أمركم العزيز الكريم في القول المبين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آل بيته الأطهار وعن الصحب الأربعة الأخيار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ يا مولانا مليكنا، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك، اللهم كن له معينا ونصيرا وظهيرا. اللهم واجعله من طال عمره وحسن عمله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق جميع ولاتنا بتوفيقك، وأعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء له، وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب مجيب الدعوات رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العزيز الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
وعقب انتهاء الصلاة تبادل جلالة الملك المفدى مع الحضور التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك، شاكرا لهم تهانيهم الطيبة ودعواتهم الصادقة، سائلا جلالته المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البحرين وشعبها الوفي باليمن والخير والبركات. ورفع جموع المصلين أجمل التهاني وأطيب التمنيات إلى جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة الجليلة، ضارعين إلى الله عز وجل أن يعيدها على جلالته أعواما عديدة بوافر الصحة والسعادة، وأن يوفق جلالته ويرعاه ويسدد خطاه ليواصل حفظه الله قيادة مسيرتنا المباركة من أجل تقدم ورقي وازدهار مملكة البحرين ومصلحة الأمتين العربية والإسلامية، مؤكدين اعتزازهم وفخرهم بقيادة صاحب الجلالة ونهجه الحكيم لتعزيز مكانة المملكة ودورها الفاعل في محيطها الإقليمي والعربي والدولي، مشيدين بما حققته البحرين في عهد جلالته الزاهر من إنجازات ومكتسبات عديدة وما تشهده من تطور مستمر على كافة الصعد لكل ما فيه خير ورخاء شعبها العزيز.